بالنسبة للضباط العاملين دورات الإتقان التخصص في السلاح والتطبيق تلقين المتربصين مختلف المهام والمهارات والسلوكات وفقا للأسس البيداغوجية العصرية تعتبر مقلدات الأداة من الوسائل البيداغوجية الحديثة المتخصصة في تدريب الرماة على الاستخدام ونحن اليوم بصدد إجراء رمي حقيقي بالذخيرة الحقيقية أهمية الفرد في تأدية مختلف الأعمال القتالية تظهر بوضوح من خلال الاهتمام المتواصل لقيادة الجيش الوطني الشعبي اهتمام يتأكد يوما بعد يوم ويعطي الاستراتيجيات التكوينية في الجيش الوطني الشعبي صورة أكثر وضوحا وبعدا يتميز بالتطور والعصرنة اليوم ندعوكم للتعرف على هيكل جديد للتكوين تابع لقيادة القوات البرية إنها المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات والمتواجدة بإقليم الناحية العسكرية الرابعة الأهمية التي يكتسيها الفرد المقاتل طبعت منذ سنوات طويلة الاستراتيجية التكوينية للجيش الوطني الشعبي المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات بالناحية العسكرية الرابعة تجسد اهتمام قيادة الجيش الوطني الشعبي بالتكوين النوعي للأفراد بالاعتماد على أحدث الوسائل البيداغوجية المدرسة تتطلع بمهام التكوين القاعدي والتخصصي في السلاح بتحديد الأساليب والمناهج وكذا إثراء نظم الاستخدام القتالي عن هذه المهام يوضح قائد المدرسة في مجال الدراسات دراسة وإعداد نظم استخدام وعدد الدفاع المضاد للطائرات دراسة وإثراء البرامج الدراسية والمراجع التدريبية دراسة واستغلال الوثائق الخاصة بالأسلحة والمعدات الجديدة بالنسبة لضباط العاملين دورات الإتقان التخصص في السلاح والتطبيق بالنسبة لضباط الصف العاملين والمتعاقدين دورات الأهلية المهنية العسكرية الدرجة الأولى والثانية دورة الشهادة المهنية الدرجة الثانية بالنسبة لضباط وضباط الصف للخدمة الوطنية دورات تكوينية في الاختصاص مديرية التعليم بالمدرسة تتولى الإشراف على التكوين التخصصي للطلبة ضباط الصف العاملين والمتعاقدين الذين أنهوا تكوينهم الأساسي بمدرسة ضباط الصف العاملين بالناحية العسكرية الخامسة ومدرسة إطارات المشاة بالناحية العسكرية الثانية وذلك للتخصص في سلاح الدفاع المضاد للطائرات تكوين يمكن الطلبة بلوغ أعلى درجات التكوين الذي يرتكز على التحكم والإتقان أمضيت المرحلة الأولى من التربص لمدة سنة واحدة جذع مشترك في مدرسة ضباط الصف العاملين ثم انتقلت إلى المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات قصد اكتساب معارف نظرية تطبيقية حول هذا السلاح المناهج البيداغوجية المعتمدة بالمدرسة تجعل من المتربصين بها أطرافا فاعلة في العملية التكوينية طريقة تبعث في هؤلاء الأفراد روح المبادرة حسن التصرف وكذا التركيز على التدريب المشترك قصد دعم كفاءاتهم والرقي بها إلى مستويات أفضل تتولى مدير التعليم مهمة إعداد إطارات من ضباط وصف الضباط العاملين والاحتياطيين للسلاح مضاد للطائرات للجيش الوطني الشعبي عن طريق تلقين المتربصين مختلف المهام والمهارات والسلوكات وفقا للأسس البيداغوجية العصرية
زيادة القوات البرية وبتوفيرها لقاعدة مادية صلبة جعلت من التكوين منظومة متكاملة وبيئة تدريبية تفتح آفاق تحصيل علمي عسكري حديث. مقلدات الأهداف من الوسائل البيداغوجية الحديثة المتخصصة في تدريب الرماة على الاستخدام الأمثل للمنظومات الصاروخية وتقريبهم إلى الموقف الجوي الحقيقي. المدرسة تعتمد في برامجها الدراسية التخصص في التكوين دون إغفال الجوانب المكملة له، وهو ما يؤهل المتربصين الإلمام والمتابعة المتواصلة لتطورات سلاح الدفاع المضاد للطائرات. بعد متابعتي للتكوين الأساسي بالأكاديمية العسكرية بمختلف الأسلحة، التحقت بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات لمتابعة طور التطبيق، وهذا لتمكيني من التخصص في السلاح قصد استغلاله في الميدان، وهذا باستعمال الوسائل التقنية الحديثة. مواكبة التطورات في مجال التكوين الحديث رهان رفعته المدرسة، وهي اليوم تعتمد على تكنولوجيات الاتصال الحديثة كوسيلة بيداغوجية ناجعة. التعليم بالحاسوب يمكن الأستاذ من توصيل المعلومات إلى الطلبة في أقصر وقت ممكن، كما يمكن للطلبة من استيعاب الدرس بكل وضوح. ضباط سلاح الدفاع المضاد للطائرات وبعد استكمال فترة التطبيق بالمدرسة وانتقالهم إلى مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي يعودون إلى المدرسة مرة أخرى لمتابعة دورات الإتقان قصد تأهيلهم لمهام جديدة. الهدف من إجراء تمرين القيادة والأركان على التخطى يتمثل فيما يلي: توسيع المعارف لدى ضباط الإتقان، إظهار الصعوبات التي تواجه ضباط إتقان في عمل التحضير وتخطيط المعركة، تدريب ضباط إتقان على المعركة لظروف مشابهة للميدان، تدريب الضباط على العمل على أسلوب المخاطبة السلكية واللاسلكية. الدروس التطبيقية والاحتكاك المباشر بالسلاح المضاد للطائرات أساس التكوين بالمدرسة، إذ يحتل نسبة كبيرة من الحجم الزمني المخصص لمختلف الدورات كدورات الأهلية العسكرية المهنية درجة أولى وثانية، وكذا دورات ضباط وضباط صف الاحتياط. تأكيد تميز التكوين النظري والتطبيقي لمتربصي المدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات تجسده هذه التمارين التدريبية التي تعتبر ترجمة فعلية لمدى الإلمام المعرفي والسيطرة الميدانية على أنظمة الأسلحة المضادة للطائرات. تلقينا بالمدرسة التطبيقية للدفاع المضاد للطائرات مجموعة الدروس النظرية المتعلقة بالسلاح والعتاد المضاد للطائرات، ونحن اليوم بصدد إجراء رمي حقيقي بالذخيرة الحقيقية، وهذا لاكتساب أكبر خبرة ولترجمة مجموعة المفاهيم النظرية إلى خبرات ميدانية. مجال تكوين إطارات سلاح الدفاع المضاد للطائرات تكون قد قطعت أشواطا طويلة في هذا المجال، وهو ما يؤهلها اليوم للمضي قدما نحو تجسيد مبادئ التكوين السليم
تكوين يعتمد الواقعية، الإتقان، الاستمرارية ومتابعة التطورات في أسلحة القتال ومستويات الكفاءة المعاصرة، فهي بذلك تجسد ميدانيا شعارها علم وتطور.